حبايبي، طلبة وطالبات صف تالت الإعدادي، قابلنا في الوحدة الستة رابطين مهمين جدا، هما either or and neither nor، أو either or and neither nor. الرابطين دول يا ترى بستخدمهم ازاي وبربط بيهم الجمل ازاي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبيبي طلبة طلبات الصف الثالث الإعدادي، قلنا الرابطين دول مهمين جدا وقابلونا في الوحدة الستة، وهم either or and neither nor. either or معناها إما أو، يعني معناها ان انا بتكلم عن احتمالين، واحد فيهم فقط هو اللي هيحصل. يعني لما اقول لك انا يا اما هشرب شاي يا اما هشرب قهوه، يبقى انا هعمل حاجه واحده بس. اما اقول لك احمد ممكن يجي او ممكن يتصل، يعني يا اما يجي يا اما يتصل، يبقى اذا هو هيعمل حاجه واحده من الاثنين. طيب either or بربط بيها يا اما فعلين مع فاعل واحد يا اما فاعلين اتنين مع فاعل واحد. تعال نشوف الجمل اللي قدامي دي. بيقول لي سامي may come by bus، he may come by taxi، يعني سامي ربما يجي بالاتوبيس او ممكن يجي بالتاكسي. طبعا لما هبص هنا هلاقي ان في احتمالين اتنين، اما انه يجي بالاتوبيس او انه يجي بالتاكسي. يبقى اذا انا عايز اربط بايذر اور، لان الجمل دي جمل مثبته. طيب لما اربط بايذر اور قال لي كل اللي انا بعمله شكل الرياضيات بالظبط، باخد عامل مشترك. يعني ايه عامل مشترك؟ يعني في الجملتين هلاقي سامي may come وهنا برضو he may come، فهاخد دول واطلعهم في الاول، فهتبقى بالمنظر ده. سامي may come، يعني سامي ربما ياتي، واجيب الاثنين المختلفين ما بين either و or. يبقى اذا هقول سامي may come either by bus or by taxi. يبقى معناها ان سامي يا اما هيجي بالاتوبيس او بالتاكسي. ولاحظ ان either بيجي معاها or ما بيجيش معاها nor. تاني كل اللي انا عملته خدت العامل المشترك بين الجملتين اللي هو سامي may come، خدتها في الاول وبعدين حطيت either والحاجة المختلفة الاولانية وبعدين or والحاجة المختلفة التانية. يبقى سامي may come either by bus or by taxi. تعال نشوف المثال التالي. he may come يعني هو ربما يجي، he may telephone هو ربما يتصل. يبقى هو يا اما هيجي يا اما هيتصل، هيعمل حاجه من الاثنين. طيب هربط ازاي؟ قال لي لو بصيت في الجملتين هلاقي هي ماي في الجملتين. قال لي خلاص هاخدها شكل العامل المشترك كده في الرياضيات، فهقول هي ماي. طيب واجيب ايذر وبعدين المختلف الاولاني اللي هو كام، يعني هو اما يجي، وبعدين اجيب اور والمختلف الثاني اللي هو تليفون. يبقى هو يا اما يجي يا اما يتصل. تاني he may either come or telephone، يعني ربما انه يجي او يتصل. ودي الطريقه اللي انا بربط بيها بايذر اور. كل اللي انا بعمله شكل الرياضيات بالظبط، باخد العامل المشترك بين الجملتين وبعدين اجيب either والمختلف الاولاني وبعدين or والمختلف الثاني. طيب تعال نشوف لو الفاعل هو اللي مختلف مش الفعل. يعني هنا الفاعل كان واحد والفعل هو اللي مختلف. طب تعال نشوف بقى لما يكون الفعل واحد والفعل هو اللي مختلف. قال لي في الحالة دي ببدأ بكلمة either. تاني لما يكون الفعل مختلف في الحالة دي ببدأ بكلمة either. يعني المثال ده بيقول لي أحمد is going shopping، يعني أحمد هيتسوق. His parents are going shopping، يعني والديه هيتسوقوا. طيب أنا عايز أربط الجملتين وأقول يا إما أحمد يا إما his parents هيتسوقوا. قال لي في الحالة دي طالما الفعل هو اللي مختلف أنا هبدأ بكلمة either، فهقول either. لاحظ either في الأولاني وبعدين أجيب الفعل الأولاني اللي هو ها أحمد، يبقى either أحمد، وبعدين or، وبعدين الفعل الثاني اللي هو his parents. his parents. طيب الفعل بقى هنا بيتبع ايه؟ قال لي الفعل هنا بيتبع الفعل القريب، يعني الفعل القريب منه، فهقول either احمد or his parents. هاخد بقيه الجمله الثانيه are going shopping، either احمد or his parents are going shopping. يبقى اذا لما الفعل هو اللي يكون مختلف
ببدأ بأيذر وبعدين أجيب الفعل الأولاني أور وبعدين الفعل التاني وأكمل على حسب الفعل القريب اللي هو his parents يبقى ياخد أور لأنه جمع. طب يا مستر لو أنا قلت his parents الأول قال لي عادي جدا هقول either أحمد's parents or أحمد، يا إما والدي أحمد يا إما أحمد نفسه. طيب هنا هقول يا ترى are going shopping؟ قال لك لأ، هنا الفعل هيتبع الفعل القريب اللي هو أحمد فهقول is going shopping is going shopping. يبقى إذن إذا كان الفعل هو اللي مختلف في either or فإذا الفعل بيتبع الفاعل القريب، الفاعل القريب يعني أقرب فاعل لي، فعشان كده لما his parents هي اللي كانت أقرب فقلنا are going، هنا لما كان أحمد هو اللي أقرب قلنا is going. ودي الطريقة اللي بربط بيها either or. تاني either or بتستخدم لما يكون في احتمالين اتنين واحد بس فيهم هو اللي هيحصل. فلما أقول سامي may come either by bus or by taxi بوحيجي يا بالأوتوبيس يا بالتاكسي، يعني بواحد من الاثنين. لما أقول he may either come or telephone يعني هو ربما يجي أو يتصل. لما أقول either أحمد or his parents are going shopping يا إما أحمد يا إما والديه هم اللي هيروحوا يتسوق. تعال نشوف بقى neither nor or neither nor. neither nor معناها لا ولا، يعني بنفي فعلين عن نفس الفاعل او بنفي صفتين عن نفس الفاعل او بنفي فاعلين عن نفس الفعل. طيب تعال نشوف الجمل اللي معانا دي. بيقول لي هالة is at home she isn't at work، يعني هالة مش في البيت وهي كمان مش في الشغل. يبقى انا عايز اقول هالة ولا هي في البيت ولا هي كمان فين في الشغل. الموضوع بسيط جدا. بصوا يا جماعة neither بتيجي مكان not، تاني neither بتيجي مكان النفي، بمعنى ان neither بحطها ورا الفعل المساعد دايما. طيب الا مين؟ قال لي الا do و does و did، لانها بتيجي مكان don't و doesn't و didn't. بس لما بتيجي مكان don't ما بحصلش حاجة للفعل، اما لو جيت مكان doesn't بزود للفعل اس، ولو جيت مكان didn't بخلي الفعل في زمن الماضي. طيب تعال نشوف الجمل اللي عندي دي. بقول لي هالة isn't at home she isn't at work. طيب انا عايز استعمل neither nor، يعني عايز اقول هالة ولا هي في البيت ولا هي كمان في العمل. قال لي كل اللي انا هعمله هبدأ الجملة عادي خالص، يبقى اذا هقول هالة وبعدين اجيب الفعل المساعد اللي هو is وبعد كده اجيب neither مكان not. so هالة is neither at home، يعني هالة ليست في البيت. طيب هنا هجيب nor، طب اجيب شي؟ قال لي لا طبعا. طب اجيب isn't؟ قال لي لا طبعا. لازم اجيب المختلف ورا كلمة nor، فاذا هقول هالة is neither at home nor at work nor at work. تاني هالة is neither at home nor at work، وكده انا قلت ان هالة مش في البيت ولا كمان في العمل. تعال نشوف المثال التاني. he didn't come he didn't telephone، يعني هو ولا جه ولا اتصل. تاني انا عايز اقول تاني هو ولا جه ولا اتصل. قال لي هبدأ به عادي جدا. قال لي النفي اللي فيه didn't، didn't كلها بتتشال واحط مكانها كلمة neither، يبقى he neither. قال لي بس لما didn't بشيلها لازم اخلي الفعل ده في زمن الماضي، يبقى اقول he neither came he neither كيم. ايه ده يا مستر يعني ما اقولش هي نايذر كم؟ هقولك لا طبعا، لازم احافظ على الزمن. طالما شلت didn't يبقى لازم اخلي الفعل في زمن الماضي، فاقول هي نايذر كيم. طيب وبعدين نور. طيب نور ايه يا مستر؟ قال لي طب اجيب هي؟ قال لي لا طبعا. طب اجيب didn't؟ قال لي لا طبعا. ده هو برضو يجي في زمن الماضي لان ده المختلف، يبقى هقول هي نايذر كيم نور تليفون. تاني هي نايذر كيم نور تليفون، يعني هو ولا جه ولا اتصل. يبقى إذن إذا كانت الجملة منفية ب didn't وأنا عايز أستعمل neither بحط neither مكان didn't وبعدين بخلي الفعل في زمن الماضي. طب لو دي كانت doesn't كنت خليتي comes. طب لو دي don't ما عملش فيها حاجة، يبقى don't و doesn't didn't لازم تتشال كلها. أما أي فعل مساعد تاني بحط neither مكان not فقط لا غير، والفعل المساعد بيخليه شكل ما هو. تعال نشوف مثال كمان. بيقول لي he won't have his dinner، هو مش هياكل العشاء بتاعه. he won't watch the film، يعني هو مش هيشاهد الفيلم. انا عايز اقول هو ولا هياكل العشاء
ولا هيشاهد الفيلم. طيب يبقى هبدأ بالفعل بتاعي عادي خالص اللي هو هي. طب وبعدين؟ قال لي won't دي اختصار لي will not. طيب قبل اي فعل مساعد ما عدا don't و doesn't didn't بجيبه شكل ما هو، يبقى اذا هقول will، بس بدل not هحط neither، يبقى هي will neither. طيب اكمل عادي خالص اهو، have his dinner يعني هو ولا هيتناول العشاء. قال لي وبعدين احط nor يعني ولا. تاني he will neither have his dinner nor. طب هي تيجي؟ قال لي لا. طب won't تيجي؟ قال لي لا. هجيب الفعل التاني watch the film، يبقى المعنى هو ولا هيتناول العشاء ولا كمان هيشاهد الفيلم. طيب تعال نشوف الجملة اللي بعدها، she doesn't like tea she doesn't like coffee، يعني هي ولا بتحب القهوة ولا بتحب الشاي. انا عايز اقول الكلام ده، هي ولا بتحب الشاي ولا بتحب القهوة. قال لي عادي جدا هبدأ بالفعل بتاعي اللي هو she. طب وبعدين؟ قال لي لا انت قلت لي doesn't او don't او didn't بتنشال كلها. طيب يبقى اذا هحط مكانها neither اللي هي النفي. طيب he neither، طيب he neither ايه؟ like. قال لي لا طبعا لما اشيل doesn't يبقى لازم ازود للفعل اس، يبقى she neither likes tea nor. طب هجيب she؟ لا. طب هجيب doesn't؟ لا. الفعل ده برضو هشيله خلاص، هشيل كل حاجه متكرره، هجيب المختلفه بس اللي هي ايه؟ coffee. يبقى اذا she neither likes tea nor coffee، يعني ولا بتحب الشاي ولا بتحب القهوه. طيب لو الفاعل بقى يا مستر هو اللي مختلف، يعني مش الفعل هو اللي مختلف، الفاعل هو اللي مختلف. قال لي شكل ما قلت في either هقول في neither، يعني طالما الفاعل مختلف يبقى انا هبدا بنيذر نفسها. ازاي يعني؟ هنا بيقول لي احمد isn't at home، احمد مش في البيت. his parents aren't at home، ووالديه كمان مش في البيت. طيب تعالى كده نقول ولا احمد ولا والديه في البيت، فاذا هبدا بكلمه neither. تاني هبدا بكلمه neither بالمنظر ده، يبقى neither. neither مين؟ قال لي neither احمد. جميل. وبعدين لازم اجيب nor والاسم التاني اللي هو his parents، يبقى neither احمد nor his parents. طيب يا مستر هقول is ولا are ولا اقول جمع؟ قال لك لا على حسب برضو الفاعل القريب، his parents هنا هو الفاعل القريب جمع، فهقول are. ايه ده يا مستر يعني ما اقولش aren't؟ هقول لك لا، ما هي كلمه neither دي كلمه منفيه فبشيل النفي اللي في الجمله، فاقول neither احمد nor his parents are at home are at home are at home. تاني neither احمد nor his parents are at home. يبقى لو الفعل هو اللي مختلف هبدا بكلمه neither واجيب الفعل الاولاني nor الفعل الثاني والفعل بيتبع الفاعل القريب. تاني الفعل بيتبع الفاعل القريب، وبكده يبقى انا قدرت اربط ب either or و neither nor. either or معناها ان في احتمال واحد، neither nor انا بنفي حاجتين اتنين عن نفس الفاعل او بنفي فاعلين عن نفس الفعل. ودي كانت حاجه مهمه جدا لازم تعرفها اثناء مرورك بالوحده السادسه. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. واوعى تنسى صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.